شكرا أحمد فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان معا هنا في هذا العرس الإفريقي في بطولة الأمم الإفريقية النسخة رقم 33 للعام 2021 المؤجلة من العام الماضي هنا، وبالتحديد في إطار مباريات الدور ثمن النهائي، مباراة المقامة هنا في ملعب جوبوما في دوالا ما بين منتخب كوت ديفوار أول المجموعة الخامسة في مواجهة المنتخب المصري صاحب المركز الثاني في الكأس العالم 2022 في قطر. أدي أمامنا محاولة تسديدة خطر أمامنا، أدي أول كرة من نجم الميلان فرانكيسي، أول كرة من جانب فرانكيسي أمامنا، هو أول محاولة من واحد من مفاتيح اللعب صناع اللعب لكن عنده أورتي جرادال، جرادال النني المراوغة خطيرة التسديدة هذه اللي كان سجل بالمناسبة في مرمى غير مستوية. خطورة المنتخب أمامنا الإيفواري اللي بيكمل لكن على طول المرات تغطية دفاعية ممتازة من مرموش. سيرجيو ريه عنده خبرات كبيرة سواء مع باريس سان جيرمان أو مع السبيرز أو مع نادي بيري. محمد صلاح تحرك رائع من جانب مصطفى محمد، المساحات وفاول، فاول ممكن يكون معاه الإنذار الأول، فاول ممكن يكون إنذار لسيمون ديلي أمامنا هنا في أول كرة وأول محاولة. منتخب المصري بيحاول يستغل الخطأ الكبير اللي وقع فيه في مباراة سيراليون، هذه أمامنا السنغال في مباراتين مقطوعة حلوة أوي وتسديدة، هي هي في الأرض أعلى كرة، أعلى كرة، أول كرة مصرية في الدقيقة 17 عمر مرموش أمامنا، هي واحدة من الكرات اللي ممكن منتخب مصر يخطر الكرة ديت، عادة خطير سيرجيو ريه خطيرة يا ولد يا حمرا، عمرو السلية يلعبها حلوة أوي صلاح، هي 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 صلاح يا محمد يا صلاح، بص المساحات وشوف الأداء المصري أمامنا هو، خلاص المنتخب المصري مهم قوي الجماعية الوحدة ما بين أحمد فتوح. مباراة يعني بعد الإصابة وبعد الغياب مباراة صعبة أمام بيبي أمامنا وأمام القوة اللي بيعدي بيها، لكن مرة تانية خلصها محمد عبيجي من عمر كمال انطلاقة، عمر كمال واخد قرار من بيبي، بيبي بيبي خطير خطير وفتوح خطراش ملعب جوبوما في دوالا، كرات ثابتة تسديدة تغار اتجاهها صاحب 57 مباراة دولية وستة أهداف، واللاعب سيردي ينزل صاحب خبرات كبيرة سيردي، الكرة إلى جرادال اتأخر قوي اتأخر قوي في المساندة بدرة سجري مرة تانية ملعوبة مرموش في اتجاه محمد صلاح لكن مرة أوجد نفسه المساحة لعبة حلوة قوي مصطفى ضيقها مصطفى مصطفى محمد، ولكن الحارس الأداء المصري مميز جدا حتى الآن محمد صلاح وتقديم الأدوار المعاونة والمساعدة في اللقطة اللي فاتت، استلم حجازي اللي مكمل المرة دي، حجازي يعلق كرة عالية محمد صلاح كرات سيرجيو ريه إلى بيبي في منتهى الخطورة والتصدي الرائع، كرة خطرة جدا أمامنا هنا، التمركز الدفاعي ما كانش صحيح، الرقابة ما كانتش موجودة، التغطية العكسية ما كانتش موجودة، ولكن موجود الشيكس جرادال، محمد صلاح يعلق كرة عالية خطيرة خطيرة خطيرة، كانت هتخدع كانت هتخدع حارس مرموش تمريرة، محمد صلاح عايز المساحة لكن شوف الاثنين، شوف محمد صلاح ومع مصطفى في التحركات أمامنا هو التسديدة، لكن كرة عالية خطرة جدا التسديدة على الكرة على الكرة لحظة كده سليمان أمل الدين من جزر القمر بالإضافة لهيلدر مرسنا أيضا كرة كانت من محمد صلاح وكان أنقذها أيضا الحارس استغلال المساحات انطلاقات صلاح التمرير اللي في العمق مرموش لثلاثة منهم بين العارضة والقائمين نسبة دقة التمرير قوي استلام عمرو السلية عمرو السلية يلعبها على البعيدة محمد صلاح يلعبها حلوة قوي لعمرو السلية عمرو السلية راجل تحت جول يا راجل تحت جول ادي المساحات أمامنا هو الكرات اللي بتتلعب والمنتخب المصري لازم يستغل هذه الفرص اللي بتضيع بص كرة ملعوبة حلوة للمرمى انني اتحرك حلوة قوي يلعب كرة خادعة خادعة كرة ترتطم في المدافع كرة ترتطم في الدفاع بلهجة حادة شوية ادي انطلاقة مبنى من جانب كونان كونان سريع عمر عمر سريع اضبط يا عمر اضبط يا عمر الكرة العالية لكن لسه عمر عمر مرموش عدي بعرض الملعب زي بتاعت ليبيا لكن مبنى هنا من جانب جرادال الكرة العالية جرادال جرادال مع نادي جلطة سراي كيروش والحوت في حين بدلاء منتخب كوت ديفوار المتواجدين اصابه 50 مشجع للكاميرون انطلاقه محمد صلاح وفاول انطلاقات محمد صلاح وفاول طبعا اذكر بدرجه الحراره اذكر بحاله الملعب اللي امامنا ملعب الكل اشتكى منه هذا الملعب
كل الفرق اللي لعبت عليه وبالتحديد نتانيا. مصطفى محمد في مكان حلو. مصطفى مصطفى يا مصطفى، الكرات السهلة دي، الكرات السهلة دي حرام تضيع. مصطفى محمد، مصطفى محمد جات له هدية، هدية كان ممكن يخلص، لكن يا ولد عمر مرموش واحد من نجوم المباراة. بص الكرة رجعت له أمامنا هنا، كرة ارتدت عمر كمال على المراوغة، ولكن عمر كمال حط رجل المحاولة ومرور خطير 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 وفرصة. ولد يا ولد يا ولد يا حجازي، يا ولد أحمد حجازي، رائع 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 أمامنا هنا في ثالث لقاء دور مهم أمامنا. هذه الكرة الرأسية الخطيرة على الكرة، على الكرة، فرصة إبراهيم سنجاري إلى العملاق سباستيان هالر، ولكن عملاق المرمى المصري حامل عرين محمد الشناوي، رائع رائع رائع، يشيل كرة أمامنا. الكرات العالية جراديل وينزل زها كريستال بالاس أمامنا هو في التبديل، كمل المنتخب المصري وينزل تريزيجيه الذي غاب كثيرا. القائمين 3-3 وتريزيجيه حط يا راجل، يا راجل حط يا راجل، امامنا اهو تريزيجيه، تريزيجيه اللي كان ممكن، كان ممكن يسجل تريزيجيه في هذه الكره في هذه اللقطه، وواحد من اللاعبين اللي سجل امامنا هنا اللاعب ويلفريد زها على طول. تسديده محمد صلاح خدمته، وادي الانطلاقه. يا راجل اظبط، اظبط يا راجل اظبط. مصطفى يدخل دايما في العمق، بيبي تمريره، لكن استخلاص بفدائيه من كوت ديفوار، حاول الوصول من العمق، وادي بيبي، لكن المره دي سهله في ايد الحارس محمد الشناوي. حان وقت يعني تبديل اخر، خلاص حمدي فتحي سيكون تبديل قادم في لاعب طلائع الجيش اللي ظهر حقيقه في كاس العالم كوت ديفوار زي ما كانوا بطل ايضا في 92. محمد عبد المنعم خلاص اللي هينزل مش حمدي فتحي، هينزل زيزو. قررت بالك من زها، خلي بالك من زها، والشناوي بيدور عليها، ولكن المره دي يلاقيها، يلاقيها محمد عبد المنعم، والهجمه السريعه وروح يا صلاح، لكن كره امامنا، انقاذ رائع رائع لكره هدف هنا من جانب زها في توقيت قاتل، في توقيت قاتل. الدقيقه 84 ويلفريد زها لاعب كريستال بالاس وصيف الاف اي كاب كان امام الناوي في هذا الوقت الصعب من المباراه. بيبي 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 يحاول المرور، بيبي يحاول المرور، ولا كابتن طارق 20 الدقيقه الاولى والدقيقه الاولى من الشوط الثاني اداء طبيعي. يعني تبديل منطقي محمدي. اذا امكانيات ادي امامنا هنا، تريزيجيه، تريزيجيه صلاح، الكرة، الكرة في حل المرمى لمحمد صلاح، وكان ممكن، كان ممكن، كان ممكن فرصة كبيرة قوي لتريزيجيه، وكان يلف كرة حلوة قوي حجازي الرأسية. محمد شريف، محمد شريف امامنا، كرة حلوة قوي معمولة من حجازي، وسلامات لمحمد شريف. ده ايه ده الراجل، الراجل ايه ده، يعني مش ممكن، ادي كرة حلوة قوي من السولية يعملها يا ولد، يا ولد يا عزيز. سيردي كرات الاماميه، لكن تغطيه ممتازه من زيزو، يدخل في العمق، زيزو يسدد، والمتابعه والفولو لتريزيجيه، وكره امامنا قويه للمنتخب المصري، واحده من الحلول المهمه في مباراه اليوم، التسديد القوي، وكانت من زوار اللي بيقدمها تريزيجيه، ترتد كره سنجاري. يا ولد يا ابو جبل، يا ولد يا جباسكي، يا ولد يا ولد يا جباسكي، امامنا هو البديل اللي دخل مكان محمد الشناوي في الاماميه لمحمد صلاح، يسدد ويروح محمد صلاح، لكن الكره على طول خلطين، وكان سبقه طبعا كابتن بيبو كابتن الخطيب في عام 83. امامنا تريزيجيه، محمد صلاح لتريزيجيه، يطيح بيها تريزيجيه، حساسيه المباراه مش عنده قوي، في نقله سريعه الى تريزيجيه، ولكن يعني بذل مجهود كبير تريزيجيه، وياخد ركله ركنيه سبعه في المباراه. ادي محمد صلاح وتريزيجيه، العرضيه اللي ممكن تشكل خطوره، ولكن ويلفريد زها امامنا هو محمد صلاح، هل تظبط، هل تظبط، هل تظبط، هل تظبط يا راجل، ضيع، ضيعها تريزيجيه، ضيعها تريزيجيه امامنا في اخر لحظات المباراه في الدقيقه 100. نيكولاس بيبي ومحمد ابو جبل، ابو جبل، ابو جبل، والكره في منتصف المرمى، وهدف في اول ركله ترجيح امامنا لمنتخب كوت ديفوار. اول ركله بيبي يسجل، اول ركله، خمس ركلات هنستمر مصر ان شاء الله في الوصول والترشح. ادي زيزو يا ولد، يا ولد يا ولد يا ولد، ايه ده الجمال ده، ايه الجمال ده، كره في اعلى المقص اليمين يعني بشكل رائع، تبشر ان شاء الله بالخير، وده ابو جبل يكون في الموعد. ادي امامنا سنجاري مع الحارس المرمى، الحارس سنجاري يا ولد، عمرو السولية، عمرو السولية نفس الزاوية بتاع زيزو، لكن واحدة فوق وواحدة تحت أمامنا هنا، واثنين اثنين بعد ما نفذ كل من بيبي وسنجاري. إيريك بايي وأبو جبل، أبو جبل، أبو جبل، يا جبل، يا جبل،
جبل يا جبل ما يهزك ريح يا جبل ما يهزك ريح يا جبل. جاباسكي جاباسكي يتصدى هنا لكرة المدافع المان يونايتد سنجاري سنجاري وعمر كمال. ربنا يحفظك ربنا يحفظك ربنا يحفظك يا عمر. عمر كمال عبد الواحد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد للصبح ثقة. وممكن يشيل الثانية ممكن يشيل الثانية ممكن يشيل الثانية الرابعة لمواصلة التفوق. ومحمد عبد المنعم يا ولد يا ولد ولد عملاقا ولد عملاقا. نفس الكلام اللي قلناه على عمر كمال عبدها مع زاها اللي كان متعصب. ويلفريد زاها بدر سنجري وهنا في هذه الضربة خلصها صلاح. من هنا كانت البداية ضربة كانت من معلم. خلي كوت ديفوار تسلم محمد صلاح يعلنها ومنتخب مصر يفوز بركلات الترجيح من علامة الجزاء